سيدة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة ربيها بنت عبد الودود وأعضاء اللجنة كافة صباح اليوم اليمين القانونية أمام المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة برئاسة رئيسها الأستاذ حفظ محمد يوسف، ومثلت النيابة العامة في الجلسة من طرف المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي سيد محمد والمحمد الأمين، وتولى مسك قلم المحكمة الأستاذ محمد يسلم الخالد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة العليا. وقد أعلن رئيس المحكمة العليا تولي المعنيين مهامهم بعد تأدية اليمين القانونية. جرت وقائع تأدية اليمين القانونية بحضور الأمين العام للمحكمة العليا وعدد من الأطر يمثلون مختلف القطاعات الحكومية وعدد من العاملين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات المدعوة من هيئات المجتمع المدني. احتراماً للدستور وقوانين الجمهورية الأولان حتى بعد انتهائي من وظائفي. أمي كده أموري تاني. إدغاردي لسكري. ليبراسيون ميم أبري لا سيساسيون. مهمتي بجد وإخلاصي. وإنه خايفة على رأسي سبيل جبت المداولة. إدغاردي لسكري ليبراسيون. أقسم بالله العلي القديم. أنا أديم. أقسم بالدين في دي المرام دود ما تخشون. ونقص واحترام بجد وإخلاص وأنا أمارسها بكل حب. يا العلي القدير أن أؤدي مهمتي بجد وإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله القدير أن أؤدي مهمتي. افتتح